قليل لما شركه تدي لك حريه الاختيار انك تركب عربيه من عربياتها 5 راكب او 7 راكب، خصوصا لو كانوا العربيتين هيقدموا لك نفس الاوبشن المتكامل، وده اللي شيفرولي عملته في العربيه اللي موجوده معانا النهارده. انا عمر سليم، دي شيفرولي كابتيفا 2022. شيفروليه كابتيفا من اكتر العربيات اللي شكلها هجومي ورياضي في فئه العربيات الاس يو في. العربيه بتتقدم بموتور 1500 سي سي تربو، والموتور ده بيجي ب 148 حصان و 255 نيوتن متر عزم. الشكل الامامي للعربيه زي ما احنا شايفين معانا شكله هجومي، شكله مختلف، في تفاصيل كتير او ديتيلز كتير مخليه شكل العربيه هجومي جدا. الشبكه الاماميه للعربيه مساحتها كبيره وفيها تطعيمات من النيكل كروم بيتوسطها علامه شيفروليه، والشبكه ميكس ما بين النيكل كروم اللامع والمطفي. النيكل كروم المطفي ده هنلاقيه مكمل لغايه ما يوصل تحت الفوانيس العلويه للعربيه. تم تصميم الفوانيس بصراحه بشكل مميز ومختلف عن باقي تصميمات العربيات اللي في نفس الكاتيجوري دي. هنلاقي الفانوس العلوي ده اللي هو الخاص بالدي لايتس بتاعت العربيه ال اي دي، وفي نفس الوقت بيشتغل كاشارات جانبيه للعربيه. اما الجزء اللي في نص الاكسدام فهنلاقي فيه الفانوس الهيد لايتس الاساسيه بتاعت العربيه، وللاسف هنا بتيجي بفوانيس هالوجين مش ال اي دي او زينون. وهنلاقي تحت فيه فانوس شبوره برده من الهالوجين، وحواليهم حليه من النيكل كروم المطفي مديه شكل بصراحه عدواني لوش العربيه. شايفها سلبيه شويه ان المفروض العربيه في الكاتيجوري ده، خصوصا النسخه اللي معانا النهارده النسخه البريمير اللي هي اعلى فئه، كان مفترض ان يبقى فيها فوانيس ال اي دي او زينون. تحت خالص هنلاقي فيه حساسات ركن اماميه، والعربيه فيها حساسات ركن اماميه وخلفيه. الشكل بتاع العربيه الامامي بصراحه اجريسيف قوي، شكله رياضي مدي انطباع كده عصري ومستقبلي للعربيه، من احلى العربيات اللي موجوده في الفئه بتاعتها. النسخة اللي معانا النهارده هي فئة البريمير اللي هي أعلى فئة في الكابتيفا، ومعانا الفئة اللي هي 5 مقاعد. بيجي فئة تانية من العربية دي 7 مقاعد، ومفيش فرق ما بينهم في الأوبشن ما بين البريمير 5 أو 7 مقاعد، نفس الأوبشن بالظبط، نفس كل الكماليات هنلاقيها متواجدة في الفئتين، ولكن الفرق الوحيد هو الصف الثالث في الكراسي. ده كده الشكل الأمامي للعربية، تعالوا مع بعض نتفرج على الجزء الجانبي للعربية. الشكل الجانبي هنلاقيه مكمل التصميم الرياضي للعربيه. العربيه شكلها من الجنب فيه تفاصيل كتير، من اول الفانوس بتاع الدي لايتس اللي مكمل في جنب العربيه، وفي خط كتف حاد واخد من اول الرفرف الامامي ومكمل لغايه نهايه العربيه. هنلاقي المرايات الجانبيه، والمرايه حجمها كبير كشفه جدا الجنب خاص بالعربيه، وفيها اشارات جانبيه، بالاضافه ان المرايه نفسها ضم وفيها اوبشن تسخين المرايات. والمقبض هنلاقيه بلون العربيه، زائد ان في تطعيم كده من النص بالنيكل المطفي وزرار بتاع البصمه. بصراحه المقبض شكله شيك جدا، وكمان في الالوان الغامقه النيكل اللي في المقبض ده بيبان اكتر. لما هنيجي نفتح باب العربيه هنلاقي ان الباب نفسه حجمه عملاق، وزاويه الركوب بتاعته واسعه جدا، بالاضافه ان الباب من تحت هنلاقي فيه عتب جانبي كده من بره. العتب ده بيحمي العتب الداخلي للعربيه، وده الغرض منه لو انت ماشي في امطار او سوائل او في الاجواء بتاعت الشتاء، لما تيجي تركب العربيه وتنزل منها ما يعملش عمليه اتساخ لهدومك، فبالتالي اي سوائل هتيجي على جنب العربيه هتيجي على العتب الخارجي مش على الجزء الداخلي من العربيه. فدي بصراحة إضافة حلوة، وفي نفس الوقت شكلها مدي شياكة لجنب العربية لأنه مكمل في الجنب بالكامل. لما نيجي نبص على جنط العربية فهنلاقي إن الجنط مقاس 17، جنط 2 تون، شكله بصراحة حلو ومدي شكل رياضي لجنب العربية. مقاس الكاوتش 215 على 60، ولكن الملحوظة اللي ممكن تتقال إن الشكل الجانبي للعربية تحس إن الجنط صغير على جنب العربية، يعني لو كان الجنط 18 او 19 كان هيدي شكل رياضي اكتر للجنب بتاع العربيه، ولكن اكيد مقصود ان لو حجم كبر اكتر من كده هيبقى فيه لود او ياثر على الاداء الخاص بالعربيه. الطول بتاع العربيه 4 متر 155، والطول ده هو نفس الطول في حاله ال5 مقاعد او ال7 مقاعد. ده كده كان الشكل الجانبي، تعالوا مع بعض نشوف ظهر العربيه. ظهر العربية هنلاقيه شكله رياضي ومكمل جدا للتصميم الامامي للعربية. من اكتر الحاجات الملفتة للنظر الفوانيس اللي شكلها بصراحة رياضي جدا، اشارات ال اي دي، هنلاقي فيه حلية من النيكل كروم المطفي، بصراحة انا شايفه احسن بكتير من النيكل اللي هو اللامع. هنلاقي تحت فيه كاميرا مدمجة، كاميرا رجوع للخلف، والكاميرا دي الريزولوشن بتاعها بصراحة حلو. العلامه بتاعت شيفروليه معموله كده بشكل 3 دي فشكلها رياضي. البصمه بتاعت البريمير والبصمه بتاعت الكابتيفا،
هنلاقي فيه سبويلر علوي، والسبويلر بصراحة شكله رياضي، الجنبين أعلى من الجزء اللي في النص، فبالتالي شكله مدي رياضية. ده بالإضافة إن فيه ورا الأنتنة بتاعة الراديو على شكل الزعنفة بتاعة القرش أو الشارك تيل، فبالتالي مدية أو مكملة الرياضية بتاعة ظهر العربية. الجزء السفلي من الاكسدام هنلاقي فيه ديفيوزر باللون الاسود، والديفيوزر ده هنلاقي فيه الحساسات الخلفيه للعربيه، هنلاقي فيه فتحتين شكمان وهميين شكل فقط لظهر العربيه. ده بالاضافه ان في فوانيس مدمجه هنا في الجزء الخلفي او في نص الديفيوزر اللي تحت، وده لان الفوانيس بتاعت العربيه تم دمجها في باب الشنطه، فبالتالي لما تيجي تفتح باب الشنطه هيبقى الزاويه بتاعت الفوانيس كلها لفوق، فكسيفتي اكتر تم وضع جزء مكمل للفوانيس تحت علشان تشتغل لو انت فاتح باب الشنطه. فبالتالي هتلاقي هنا في فوانيس خلفيه بتنور، وفوانيس برضو اشاره او انتظار خلفيه، ودي بتشتغل بس او فقط في حاله ان انت فاتح باب الشنطه. المساحه الخلفيه بتاعت الشنطه هنلاقيها مش موجوده بشكل رسمي في البروشور بتاع العربيه، ولكن المساحه التقريبيه حوالي 580 لتر، ودي مساحه كويسه بالنسبه، ده بالنسبه للنسخه اللي موجوده معانا النهارده اللي هي 5 مقاعد او 5 كراسي. اما لو جبت النسخه اللي هي 7 كراسي فالصف الثالث بيبقى موجود في المساحه بتاعت الشنطه هنا، تقدر تفتحها او تقفلها على حسب احتياجك او على حسب عدد الافراد الموجود معاك في العربيه. وطبعا لو قفلت مقاعد الصف الثاني فالمساحه هتزيد معاك وتوصل معاك لحوالي 1050 لتر. في هنلاقي هنا ستاره في الجزء الخلفي من الشنطه، والستاره دي المطلوب منها ان هي تخفي الاغراض بتاعتك لو انت حاطط اغراض في الشنطه، فتخفيها بحيث ان محدش يقدر يشوفها. طبعا تقدر تفتحها او تقفلها. دي كده المساحه بتاعه الشنطه والشكل الخارجي او الخلفي لظهر العربيه. تعالوا مع بعض نشوف الاوبشن اللي بتقدمه لنا كابتيفا النهارده. انتيرير العربيه بصراحه في ميكس كده ما بين الفخامه والرياضيه، هنلاقي فيه تفاصيل كتير في داخليه العربيه، وهنلاقي فيه ميكس في المواد اللي تم استخدامها داخل العربيه. هنلاقي فيه حاجات جلد وحاجات فيه بلاستيك وحاجات بيانو بلاك، حتى الجلد اللي تم استخدامه فيه جلد باللون الاسود وفي جلد لونه اوف وايت، ففي ميكس حلو كده هيحسسك بالرياضيه والفخامه في نفس الوقت. بالنسبه للاجزاء الداخليه بتاعت العربيه ففي اجزاء من البلاستيك تم استخدامها زي الجزء العلوي من التابلوه، هنلاقي التابلوه من فوق ده بلاستيك ناشف، ولكن لما تبص عليه من بعيد هتحس ان هو سوفت، فالماتيريال بتاعته حتى لو هو بلاستيك ناشف معمول من ماتيريال عالي الجوده. الجزء البلاستيك بتاع التابلو ده هنلاقيه مكمل معانا في الابواب، والباب بالكامل معمول من البلاستيك ما عدا الجزء اللي انت هتسند عليه ايدك، هو فقط اللي محطوط فيه او متبطن بالجلد اللي لونه ابيض مع تطعيمات من الجلد الابيض برده موجوده في التابلو. بالنسبه لتحكمات الازاز اللي موجوده في باب السائق فهتلاقي الزراير معموله بخامه او كواليتي عاليه، وهتلاقي حواليها جزء من البيانو بلاك، والزراير نفسها فيها تطعيمات من النيكل كروم كده، فشكلها بصراحه شيك. الباب نفسه هتلاقي المقبض بتاع الباب معمول من ماتيريال بلاستيك مدي شكل النيكل كروم، وعامل شكل 3D كده كانه مدمج جوه الباب، شكله شيك جدا ومدي شكل رياضي للباب. والجزء اللي هو انت بتسند عليه ايدك معمول من الجلد اللي هو الاوف وايت، شكله حلو، والملمس بتاعه كمان خامه عاليه الجوده ومعمول بتطريز كده من لون الكافيه، شكلها كمان شيك. التطعيمات اللي هي بالجلد الاوف وايت دي هنلاقيها موجوده معانا في التابلو، وصراحه عامله كونتراست حلو ما بين الاسود وما بين الاوف وايت، شكلها حلو وشكلها شيك. هنلاقي فتحات التكييف حواليها اطار برضو من النيكل كروم، وبرضو بصراحه شكلها شيك، بالاضافه الى الفتحتين التكييف اللي في الجنب برضو حواليهم اطار من النيكل كروم. بعد كده هنيجي لدريكسون العربيه، ودريكسون العربيه معمول كله من الجلد، الخامه بتاعه الجلد بصراحه محترمه جدا، ميكس ما بين الجلد اللي هو فيه فتحات تهويه والجلد المصمت، شكله حلو وفعلا الاحساس بتاعه فيه رياضيه. هنلاقي التحكمات اللي موجوده على ايدك الشمال خاصه بالكروس كنترول والتحكم في الشاشه الوسطيه، اما التحكمات اللي موجوده على ايدك اليمين فهي التحكم في الميديا بتاعت العربيه، والموبايل بتاعك تقدر توصله بلوتوث، تقدر تشغل المكالمات او تقفلها من خلال الطاره. بعد كده هنروح للعدادات بتاعت العربيه، وبصراحه فيها ميكس الوان حلو، لون ازرق وابيض وشكلها رياضي، واخده تدريجه كده رياضيه، وهنلاقي في النص في شاشه معلومات مقاسها 7 بوصه. الشاشه دي هتلاقي فيها كمبيوتر رحلات، وهتلاقي فيها كل المعلومات الخاصه بالعربيه. بالنسبه للشاشه بتاعت الانفوتيتمنت هتلاقي شاشه مقاسها 8 بوصه، التحكمات فيها من الجنبين تاتش، والشاشه مساحتها حلوه والوانها بصراحه زاهيه وجميله، وهنلاقي فيها ابل كار بلاي، ولكن للاسف ما فيهاش اندرويد اوتو. بعد كده هنلاقي فيه مجموعه من الزراير اللي بصراحه شكلها شيك ومديه شكل عصري جدا للتابلو بتاع العربيه، زرار فتح اللوك وزرار غلق اللوك
وزرار الانتظار وزرار الخاص بالباركينج سنسورز او تشغيل او ايقاف الاصوات بتاعه الباركينج سنسورز وزرار الخاص بالتراكشن كنترول انك تقدر تقفله او تشغله. بعدها هنلاقي المساحه بتاعه التكييف شكلها شيك جدا، هنلاقي فيها على الجنبين زرار خاص بتعليق وتوطيه المراوح بتاعه العربيه، والناحيه الثانيه زرار خاص بتعليق او توطيه درجات الحراره. للاسف العربيه ما فيهاش ديوال زون، ودي انا شايفها من السلبيه في العربيه ان معظم العربيات في الكاتيجوري دي بيبقى فيها ديوال زون. بالاضافه ان هنلاقي فيه فتحات تكييف خلفيه لكراسي الصف الثاني. تحكمات التكييف زي ما هي واضحه قدامنا كلها عباره عن زراير تاتش، شكلها شيك زي ما قلنا ومديه شكل عصري للتابلو بتاع العربيه. بعد كده هنلاقي فيه فتحه ولاعه، وهنلاقي فيه فتحه يو اس بي وفتحه شحن موبايل. تحتيها هنلاقي فيه مساحه تخزين صغيره ممكن تحط فيها الموبايل، ولكن تحطه واقف كده بالطول مش هيبقى الموبايل واخد مساحته بالعرض لان المساحه هنا صغيره. بيليه الجزء بتاع الفتيس، والجزء بتاع الفتيس بصراحه شكله شيك جدا. هنلاقي فيه اطار من البيانو بلاك مدي شكل رياضي للفتيس بتاع العربيه. الفتيس نفسه او اليد نفسها فيها اجزاء من البيانو بلاك بالاضافه لجزء من الجلد، والرقبه بتاعت الفتيس من الجلد اللي فيه خياطه باللون الابيض. وهنلاقي فيه زرارين خاصين بالاوضاع بتاعت القياده بتاعت العربيه. هنلاقي فيه زرار الايكو اللي هو الايكونومي او وضع القياده التوفير، ووضع مرسوم عليه الشكل او اللوجو بتاع التلج، وده الخاص ب القيادة في الظروف الزلقة زي التلج او الامطار. وبالمناسبة فتيس العربية هو CVT. بعد كده هنلاقي فيه مساحة بتاعت الكاب هولدرز، وجنبها هنلاقي فيه الهاند بريك الالكتروني وزرار الاوتو هولد. بعد كده المساحة بتاعت المسند، وهنلاقي المسند مساحته متوسطة مش كبير ومش صغير، وهنلاقي فيه خياطة باللون الابيض وهو معمول من الجلد الاسود نفس الماتيريال بتاعت الكراسي بتاعت العربية. على ايدي الشمال هنا هلاقي الازرار التحكم في المرايات الجانبية، بالاضافة ان هلاقي فيه زرار او بكرة خاصة بتحكم في ارتفاع الاضواء الامامية، اقدر ارفعها او انزلها لتحت. زائد في زرارين خاصين بالتحكم في السطوع بتاع العدادات بتاعت العربية. وهلاقي على ايدي اليمين هنا زرار الستارت انجن، مكان بتاعه بصراحه مناسب وسهل الوصول ليه. في الجزء العلوي هلاقي هنا التحكمات الخاصه بالاضاءات بتاعت العربيه، وهي طبعا من الهالوجين، وهلاقي تحكم في فتحه السقف. وللاسف العربيه بتيجي فتحه سقف عاديه مش بانوراما، ودي انا شايفها من السلبيات اللي موجوده في العربيه دي، لان كل العربيات اللي في الفئه او فئه الاس يو في من نوعيه العربيه دي هنلاقي فيها فتحه سقف بانوراما. مساحتها بصراحه كمان متوسطه مش كبيره، فيعني بالنسبه لحجم العربيه شكلها منتقد شويه. المرايه الوسطيه للعربيه هنلاقيها مرايه عاديه ما فيهاش تعتيم ذاتي، ودي من السلبيات برضو اللي انا شايفها. كان مفترض يتم وضع مرايه تعتيم ذاتي في العربيه، خصوصا ان الزجاج الخلفي للعربيه مش معتم. الكراسي بتاعت العربيه هنلاقيها من الجلد، وهنلاقي فيها خياطه باللون الابيض، وبصراحه الماتيريال بتاعتها حلوه جدا. الكرسي نفسه هتلاقيه محتويك وفي سبورت لظهرك، الاحساس بتاعه مريح. كرسي السائق هنلاقي التحكم فيه عن طريق الزراير او الكهرباء، لكن الكرسي المرافق للسائق التحكم فيه مانوال. بالنسبة لمساحات التخزين الموجودة في العربية فهنلاقيها متوسطة مش كبيرة بصراحة. فلو بصينا في الأبواب هنلاقي فيه مساحة تقدر تاخد زجاجة مية صغيرة، وجنبها بعض المتعلقات الشخصية. الجزء اللي في النص هو اللي مساحته كويسة، هنلاقيه عميق لتحت وواسع ممكن تحط فيه بعض الأغراض، بالإضافة إن فيه على إيدك الشمال درج صغير ممكن تحط فيه بعض الكروت أو رخصة العربية، درج ياخد حاجات صغيرة مش كبيرة. أما تابلو العربية فهنلاقي بصراحة المساحة بتاعته متوسطة مش كبيرة. دي كده كل مساحات التخزين الموجوده في العربيه. بالنسبه لمساحه الركوب في الكنبه الخلفيه فالمساحه واسعه جدا وتتسع لثلاث اشخاص بالغين هيكونوا قاعدين ومرتاحين كويس جدا، خصوصا ان مفيش نفق فتيس في النص. هنلاقي في فتحتين تكييف خاصين بركاب الصف الثاني، ودي اضافه كويسه ان العربيه فيها فتحات تكييف خلفيه، بالاضافه لمنفذ يو اس بي خاص بالصف الثاني، ومساحه تخزين صغيره موجوده في النص. هنلاقي في مخدع وسطي في الكنبه الخلفيه مساحته عريضه، وفي اتنين كاب هولدر للركاب الخلفيين. كابتيفا بتيجي بوسائل امان عباره عن 4 ارباج واي بي اس واي بي دي واي اس سي وهيل ستارت اسيست، وفيها نظام مراقبه ضغط الاطارات. فالباكج بتاع وسائل الامان فيها مناسب وكويس، ولكن يؤخذ عليها ان هي فيها 4 ارباج فقط، خصوصا ان دي مفترض ان هي تبقى عربيه عائليه، فكان يفضل يبقى فيها 6 ارباج، خصوصا ان الفئه الاولى من العربيه دي بتيجي ب2 ارباج فقط، ودي حاجه منتقده جدا. العربيه مناسبه جدا كعربيه عائليه، خصوصا ان مساحه الصالون واسعه، وكمان في نسخه من العربيه دي 7 مقاعد، فبالتالي هي عربيه في الاساس لعدد افراد كبير. تنفع برضو كعربيه شبابيه لان الطابع بتاعها هجومي ورياضي، وتنفع للشباب. كابتيفا النسخه اللي معانا النهارده البريمير الخمس مقاعد،
تمنها حوالي 390 ألف جنيه بتاريخ تصوير الفيديو، أما النسخة السبع مقاعد فبتزيد عليها حوالي 15 أو 20 ألف جنيه، وما بيبقاش في أي اختلاف في الأوبشن ما بين الخمس مقاعد والسبع مقاعد، الاختلاف الوحيد بس هو في عدد المقاعد أو عدد صفوف الكراسي. الفيديو ده برعاية جويش موتورز، وهسيب في الديسكريبشن وسائل التواصل مع فريق المبيعات والصفحة بتاعتهم، وهم هيساعدوك في أي استفسار خاص بأسعار العربيات أو أنظمة التقسيط المختلفة، بالإضافة إن هم هيدوك كذا أوبشن للعربية ممكن تكون أنسب ليك على حسب حجم عيلتك، على حسب طبيعة شغلك، أو على حسب الفئة السعرية اللي أنت عايز تشتري من خلالها. وأنا بشكرهم جدا بصورة شخصية، لأن الريفيوهات اللي إحنا بنعملها دي ما كانتش هتطلع أو هتحصل إلا بوجود دعم من مكان مميز زي جويش موتورز. شكرا جدا ليكم أنتوا كمان على دعمكم ومشاهدتكم الفيديو للآخر. لو عجبك الفيديو اعمل شير ولايك وسبسكرايب علشان نقدر نوصل عدد مشاهدين اكبر، وعلشان ننشر الفيديوهات والريفيوهات دي لكل حد حابب يتفرج على الفئه دي من الفيديوهات. ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد، وان شاء الله الفتره اللي جايه في فيديوهات اقوى من الفيديوهات اللي فاتت. فشكرا جدا ليكم واشوفكم على خير في الحلقه اللي جايه. مع السلامه.